يبقى في صوت تفاعل. يا جماعة لازم نهدى شوية، ما ينفعش كده عشان نعرف نسيطر على الموقف. نهدى ازاي بس يا سلمى؟ دي كارثة ومستحيل هنقوم منها. مفيش حاجة اسمها مستحيل يا عبد الله، ما كانتش ناس رجعت لحياتها بعد الزلزال. أيوة زلزال فعلا. هو دكتور غنيم إيه ده؟ شيطان؟ ده إبليس. وياما أهان هشام وهشام فضل ساكت، ولما رد طرده. تفتكر هيقدر عليه المرة دي؟ بعد الضربة دي؟ أشك. السهم وقع فعلا بسرعة كده؟ يا دكتور انهيار رهيب، والحفلة باظت والناس مشيت. شفتهم؟ طلعوا قصاد عينيا. وهو زمانهم دخلوه الرعاية. اسمع كويس اللي اقول لك عليه، اصرف مكافأة لكل العاملين وبعت لي المحامي فورا. ما يستاهلش كل ده. لو هو ما يستاهلش امال مين اللي يستاهل؟ الراجل كان مفتري ومتفرعن لحد ما ربنا عمل فيه اللي عمله ده. ما تشمتش في حد يا ابني انت. اكتر حاجه بحبها فيك طيبه قلبك دي. يا بنتي احنا واكلين معاه عيش وملح. هو صانه قوي. وبعدين يا ولد انا بصراحه انا مش فرحان فيه لوحده، انا فرحان في لطيفه اكتر. لا شوف مين اللي بيتكلم يعني. انت ناقصني تركب لك جناحين وتعمل لك تمثال. خلاص يا جميله انت هتقلبي عليا انا كمان. ما تشمتش في حد، وبعدين في الاخر ده يبقى ابو بنتي. ماشي. انا ماشي. رايحه فين؟ هروح. طب ما تباتي هنا. هروح اطمن على بابا. يا حبيبتي كان لازم تعملوا حسابكم، المستثمرين كبار قوي، عندهم خبراء اقتصاد خريجين هارفارد واكسفورد. يا بابا عارفين، بس ده اللي حصل. ايه بقى الحل دلوقتي؟ مش عارف، بس الناس مصدومه جدا في الشام، ودي تاني حادثه بتحصل. والناس دول لو فقدوا ثقتهم فيها هتبقى مشكله كبيره يعني. طب وبعدين يا بابا؟ ممكن طيب تحاول تخليهم يهدوا عليه شوية؟ يهدوا عليه ايه بس يا ليلى؟ الناس دول عندهم اكبر مكاتب محاماة، والموضوع اللي حصل ده من الناحية القانونية اسمه تدليس. يعني مش بس هيطالبوا فلوسهم، لا ده هيطالبوا بتعويض، وتعويض ضخم جدا كمان. طب كفاية يا بابا ارجوك، انا تعبت قوي من اللي عمال تقولهولي ده. بكرة ان شاء الله نتكلم. طيب باي باي. من فضلك يا هشام رد عليا، دكتور غنيم مدبر لك فضيحة. من فضلك رد عليا. جميلة بعتت لي فويس نوت بتحذرني فيها، وكلمتني يجي 30 مرة. والله؟ وهي بقى عرفت منين إن عزيزة السلطان جاية؟ معرفش. أنا بقى عارفة، وكل اللي حصل ده هي كانت على علم بيه كويس جدا، وهي اللي نسخت الفيديو وديت الغنيم كمان، ولقيت إن إحنا رايحين في داهية كده كده ومفيش حاجة هتمنع الفضيحة إنها تحصل، ففكرت بقى في دور بطولة تقوم بيه. ما أنا عارفاها دي حركاتها. ومش مهم إحنا بقى يتخرب بيتنا، لأن إحنا مش هنقدر نمنع حاجة. أنا ما عرفتش بوصول عزيزة سلطان إلا من 3 ساعات. حاولت أنبه هشام بس ما عرفتش. خلاص يا بنتي، قدر الله وما شاء فعل. ما دام عملت اللي عليكي خش بقى نامي وضميرك مرتاح. ضميري هيرتاح إزاي بس يا بابا؟ أنا اللي مودية الدكتور غنيم الفيديو بنفسي. يعني أي مصيبة هتحصل لهشام هكون أنا السبب فيها. أقولك الحق. قول. ربنا اللي عمل كده. لا أنت ولا غنيم. انتوا مجرد اسباب. يعني تغلط وتبوظ وش الست وربنا سترها معاك والست رضيت بقدرها، تقوم تصر على انك تلبس غيرك بلاويك وتعمل فضيحه؟ ليه ومين يرضى بكده؟ خش خش نامي وسيبي كل واحد ياخد اللي يستاهله. يلا يا حبيبتي. ممكن نعرف هتفضل كده قد ايه؟ عايزين اعمل ايه؟ انا خلاص. خلاص ايه بس؟
هو انت اول واحد ولا اخر واحد يخسر فلوسه؟ ايه المشكله يعني؟ السمعه اهم من الفلوس بكتير. مين هيثق فيا بعد كده؟ مين هتسلمني وشها بعد ما شافت عزيزه سلطان؟ سيب لنا الموضوع ده خالص، ما تقلقش. ممكن تهدى بقى. أول حاجة لازم نشوف الخسائر اللي خسرناها قد إيه، وبعد كده المستثمرين عايزين يعملوا اجتماع بينا، لازم تفوق. اجتمعوا ليه؟ عشان يفضوا الشركة؟ لا والله ما تخافش، سيب لنا القصة دي خالص. هتعمل إيه يعني؟ هكلم بابا عشان يكلم المستثمرين يهدوا علينا شوية، وأنا كمان هتكلم معاهم وهتفق مع أحسن شركة بتاعت بي آر في مصر كلها علشان تعمل لنا دعاية تخلي الناس هم اللي يهجموا على المستشفى، وبعدين كده كده بقى الناس بتنسى. انت بتحلمي يا ليلى. وايه يعني؟ احنا لازم نحلم، ولو الحلم ده ما اتحققش واشك يا عم في قدراتي. يا رب. ممكن بقى تقوم تغير هدومك وتاخد دش عشان احنا عندنا مواعيد النهارده كتير قوي. ربنا يخليكي ليا. بس اعمل حسابك على حاجه، انت اللي هتسوق، انا مش هقدر اسوق عشان البيبي. ربنا يخليكي ويخليه. معلش بقى، جاي في ظروف صعبه. ولا صعبة ولا حاجة، بكرة تشوف إن هيبقى وش السعادة عليك وعليا. اطمن يا دكتور، القضية مضمونة. تحب حضرتك نطلب تعويض كام؟ أنتوا اللي تطلبوا وأنتوا اللي تقرروا برضه، مش أنا. وبعدين بطلوا بقى حكاية القضية مضمونة والحاجات دي. الأوراق والملابسات والأحداث والبرنامج بتقول كده. أنا عاوز أخرب بيته، فاهمين؟ عاوز أخرب بيته. اللي حاصل هذا فضيحة كبيرة وضرب لسمعة الشركة والأسهم. حضرتك يا دكتور هشام مش عارف أصحاب الأسهم عاملين إيه، وفي شكاوى كتير متقدمة في البورصة، تحاير وتلاعب وعدم ذكر حقيقة. حضراتكم عارفين إن سوقنا في الطب زي أي سوق، في منافسين منهم المحترم ومنهم اللي يضرب تحت الحزام، ده عادي يعني. لو عندك شك في الفيديوهات اللي انذاعت يا أخي ارفع قضية على القناة. لا طبعاً، ساعتها نبقى بنخسر أكتر. حضرتك عارف قضية ممكن تقعد في المحاكم وقت قد إيه؟ ساعتها بقى السوشيال ميديا كلها هتبقى عرفت، والصحفيين هيجروا على بيت عزيزه سلطان اللي ما هتصدق انها تعمل ضحيه فيها وتكذب عليهم علشان تظهر في الاضواء تاني. ودي ست مجنونه وبتحاول تبتزنا، وانا مش هستسلم للموضوع ده. يا دكتور هشام اسمعني زين، لو في حاجه تقدر تسويها عشان تنجز فيها سمعتك لازم تعملها. انا سمعتي فوق اي حاجه، والمستشفى اللي احنا قاعدين فيها دي انا بنيتها من سمعتي ومن تعب ايديا. الشيخ ما يقصدش، بالعكس ده عايز يقف جنبك وجنب المشروع. هو بقى ده الكلام المظبوط. احنا ازاي نقدر نطلع لقدام ونرجع ثقه المودعين واصحاب الاسهم؟ اصحاب اسهم مين؟ انا برايي الشركه خالي خلاص ماتت، وانا بطالب فورا بفضها، واحنا كمجموعه هنسحب اموالنا. برافو عليك حضرتك، كده عملت اللي اعدائنا بالظبط عايزينه. ميرسي قوي. اعداء مين يا ست ليلى؟ احنا مالنا في حرب هنا. لا طبعا في حرب، وانت لو مش قادر تواجهها معانا ما كنتش شاركنا من الاول. الشراكه دي كانت مبنيه على اسس ما هي موجوده دحين يا دكتور. ممكن تهدوا شويه وتسمعوني لو سمحتوا؟ لو انسحبتوا دلوقتي مش بس هتخسروا فلوسكم، لا هتخسروا سمعتكم كمان. حضرتك انتوا معروف عنكم النخوه والرجوله والجدعنه، لو انسحبتوا من الشراكه دلوقتي يعني بتهدوا كل ده وبتخسروا سمعتكم للابد. لا حول ولا قوه الا بالله، بس الوضع ما هو سهل ابدا وما اعتقد انه له حل. بسيطه، وانا بقى عندي الحل. اتفضل. يا ريت. ايه يرجع الثقه ويرفع السهم؟ إن أصحاب الأسهم يلاقوا استثمارات زيادة داخل المشروع، يعني مثلا نفتح فروع جديدة، ده يحسس المستثمر إن إحنا مستقرين ماديا.